السلام عليكم، معكم الشيف عبد الباسط البخاري. كنتمنى ان شاء الله كلشي يكون مزيان وبصحه جيده. الحلقه ديال اليوم ان شاء الله غادي نخصوها على حسب بعض التساؤلات ديال الناس والاصدقاء. كيقول لك اودي وبعض الاخوات حتى هما كيسالوا على حسب البودره ديال الفانيل. يعني هذا اللي كيخدم بيه راه كيعرفو، واللي ما كيخدمش بيه راه ما كيعرفوش. كما كتلاحظوا يعني انا دابا ماشي كنعمل الاشهار ولا، يعني على حسب الناس اللي كتسال. وكاين الفانيلات اللي احسن من هذا، كاين اشكال وانواع. وهنا انا بغيت نقول لكم حيت هذا موجود في السوق. وهنايا دائما تبقى تشوفوا التاريخ، راه كيكون فيه التاريخ هنايا. هذا يعني هذا عنده مازال يعني لادات ديالو باقا بعيده. هنايا كما كان باش نتعرفوا على هاد البودره هذه. هاد البودره هذه يعني كيفاش نعملوا ليها باش تبقى دائما مزيانه. كاين البعض كيقول لك اودي راه ما كيكونش فيها الجاد وكتكون ناقصه. علاش كتكون ناقصه؟ كتكون ناقصه حيت الانسان كيبقى يفتحها ويخليها مفتوحه هكذا، ما كديهاش فيها. وهذه انتما راه كتجي فيها هاد البلاستيكا، يعني ملي كنلقاوها جديده كنلقاوها محزومه. علاش محزومه؟ باش ما تخرجش النفس وما تدخلش الهواء، يعني باش كتبقى محتفظه على ديك الرائحه ديالها اللي كتكون دائما مجهده هنايا. وهذا يعني يمكن لينا نعملوه في الدقيق، يمكن لينا نعملوه في الكريم، يمكن لينا نعملوه مثلا في اي حاجه، في الكيك، في المادلين، في اي حاجه. وهنا دائما كيخص تعرف الكميه اللي بقات تعمل. كنعرف بزاف ديال الناس شنو كيعملوا، كيعمل كيشد كيبقى مثلا كيعمل مثلا 2 كيلو ديال الدقيق ولا كيلو ديال الدقيق، وكيبقى يعمر مثلا في معلقه ملعقه كبيره، ولا كيشد بيدو مثلا بحال هكذا ويلوح. يعني اش غنقول لكم؟ يعني هنايا خصكم دائما تعرفوا بعدا هاد الفانيل. هاد الفانيل هذا يعني خصيصا بغيت نعطيكم معلومه عليه. يعني بحال دابا مثلا كتعملوا كيلو ديال الدقيق غادي تعمل فيه 1 غرام، يعني غرام واحد. يعني غادي نتعرفوا على الغرام، غادي نجيب لكم ميزان. وهنا كما كتلاحظوا دابا هذا هو الميزان ديالنا. يعني دائما شنو بقى نعملوا ملي كنجيو نشعلوا مثلا الميزان بحال هكذا، هذا بعض المرات كيبقى كل مره كيبقى يصوني، بداك الشيء باش ممكن نخليه يشعل. هانتوما بحال دابا كيعطينا هنا 0. كنتمنى ان شاء الله يبان لكم مزيان هنا 0. ملي كنعملوا مثلا شي حاجه باش نعملوا فيها، يعني غادي نعبروا فيها، يعني خصنا نتكيو هنا نعملوا 0. ها هو 0. هنا غادي نتعرفوا على الجرام، يعني هنايا بالملعقه صغيره. هنايا غادي نشوفوا ملعقه هي مثلا ممسوحه بحال هكذا، ملعقه ممسوحه يعني كما كتبان لكم، ميلها باش تبان يعني بلا. هنا غادي نشوفوا شحال غادي تاخذ. هانتوما اعمل هنايا جرام وما كملاش ملعقه. هانتوما يعني تقريبا اكثر من نص ديال الملعقه. هانتوما نصف ملعقه، يعني نصف ملعقه صغيره كتعطيك غرام ديال بودره فانيل. هنايا كاين البعض كيبقى مثلا هادشي غادي نعملوه في كيلو ديال الدقيق. يعني هانتوما هاد الشويه هذا يعني في كيلو ديال الدقيق. هنا انا نعطيكم الدليل باش تعرفوا. يعني هانتوما هنا غادي نلقاوها مكتوبه هنايا المكونات مواد معطره. هنايا المقدار الاستعمال، مقدار الاستعمال 1 غرام في كيلو غرام. شفتوها؟ يعني كنتمنى ان شاء الله تبان لكم مزيان. هانتوما يعني هنا كاين البعض كيبقاو يعملوا يعني بزاف
في هذا الميزان. هنا البعض كيبقاو يعملوا لا كونتيتي ديال هاد البودرة يعني كثيرة بزاف. هنا علاش كتلقى الواحد كتلقى ما عارفش وكيبقى كيتعلم وما كيوري واش ما كيعرفش شنو كاين وتما شنو كيوقع. يعني الانسان ملي كيتعلم صافي كيشوف هذاك السيد يعني كيهز مثلا ويلوح وهو ما عمره ما عارف. يعني بحال دابا عندنا 5 كيلو ديال الدقيق غادي نعمل ليها 5 غرام، يعني كتجي معروف باينه. وبحال بالنسبه للكريم عاوتاني او اي حاجه لحقاش الكريم دغيا كتطلق فيه ديك الريحه، هنا كنعملوا كميه قليله بزاف لحقاش هذا الروح يعني راه مجهد، يعني البودر هذا مجهد ماشي بحال دوك اللي كتكون في الساشيات مثلا بالسكر وكذا، وهذا يعني هذاك عادي ما فيش يعني ما مجهدش هذاك. هذا اللي كيستعمل هذا كيخصو دائما يكون عارف الكيمياء اللي بقى يعمل. وكنتمنى ان شاء الله تكون وصلت لكم المعلومه، وكنتمنى ان شاء الله تبارتاجي مع الاصدقاء باش الكل يستفد. ولكم جزيل الشكر والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.